لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا تبشر بالشلفة تبشر بالشلفة الليلة تبشر بالشلفة هذه الشعلة مع المركز الأول قامت راس وانتزعت الشلفة سلام يا هجن الشحاني يا سلام سلام يا الشعلة سلام وهني جماهير الشعار الأدعم محبين الشعار الأدعم في الخليج في الوطن العربي الكبير هذه الشعلة هذه الشعلة قامت راس لله درك يا ذهبي أشكرك يا ذهبي أشكرك يا المضمن المخضرم على هذه المواصيل على هذا الأداء الرائع الشلفة الذهبية شلفة الجذاع مع الشعلة مع هجن الشحانية سلام يا لدعم سلام سلام يا لدعم سلام تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع الشعلة لشلفة الجداع البكار المفتوح تهانينا وسلام المركز الأول أشهب المركز الثاني والمركز الشلال 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 بالمركز الثالث ولكن نعود إلى مستحيل لا مستحيل مع الأدعم لا مستحيل ما شاء الله أقلع أقلع مستحيل لا مستحيل مع الشحانية والله يستحق التحية حيو 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 خلاص يا العطية الله تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع الذهب الخنجر الذهبي مع مستحيل الشلفة الوذنة على المركز الثاني سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني حمد بن طالب بن عمارة هجر الشحانية مع المشاغب محمية محمية غادمة ولكن سدرة سدرة اللحظات الأخيرة هجر المرقاب هجر الشحانية هجر سعادة الشيخ عبد العزيز ولكن سدرة سدرة هجر المرقاب الله 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 صاحبة اللقب أجمع المحللون على ترشيح صدره سلام وتحية واحترام لسعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر الثاني على فوز سدره الذهب مع الذهب الذهب والشلفة الذهبية مع سدره نهني هجر مرقاب ونهني المبدع حمد بن علي بن حلفان المري من تابع سدره محققا يا سلام جهجاه معراض المصير الثلاثية الله شوفوا المصير شوفوا المصير درب المصير درب المصير الله يا هجر الشحانية الله يا الشبل الله يا الخنجر 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 شحانية الخنجر شحانية سلام وتحية واحترام لمؤسسة هجر الشحانية وتهنية للشبل جابر بن سالم بن فران المري اتجهت الخنجر الذهبي سلام وتحية واحترام إلى هجن الشحانية ولمؤسسة هجن الشحانية وللشبل جابر بن سالم بن فران المري تهانينا لفوز المصير بالخنجر الذهبي تهانينا تهانينا والناموس المركز الثاني جهجاه لهجن الشحانية المرشح الأقوى المرشح الأبرز هذه الغزيل لهجن أم الزبار من هجن أم الزبار لهجن أم الزبار تتميز لتنتزع الشلفة الثالثة في رصيدها في سجلها سلام يا هجن أم الزبار سلام سلام يا الغزيل سلام يا الصامل سلام يا الصامل سلام أشكرك يا الصامل على المحافظة على الغزيل على المحافظة على هذه الدرة على هذه الذهبية الذهبية الرمز الثالث على التوالي بنت شديد أم الزبار سلام يا الغزيل سلام سلام يا شديد سلام الله الشلفة 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 مع بن شديد مع الغزيل لتضيف الشلفة الثالثة في رصيدها في سجلها في إنجازاتها
الذهب مع عتيم لا يروح الخنجر يا عتيم يا عتيم يا عتيم. المركز الثاني مكلف 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 الله نشوان 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 مكلف راح الخنجر مع مكلف مع مكلف. هجني ام الزبار هجني ام الزبار هجني ام الزبار فاران فاران ونشوان قادم. الله 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 راح الخنجر مع مكلف مع مكلف هجني ام الزبار. ويا قطار عشي بعز ما الحاضرة الشبل جابر بن سالم فاران 10/10 يا الشبل على تقديم النوعية النادرة على تقديم لنا الشبه على المركز الاول بالفعل بين حبابين الاسمار. شوف الفارق على الكادر الاسفل. شكرا مخرجينا على هذه اللقطات الجميله. هذه هي الشبه تندفع مع الصداره تندفع مع المقدمه داخل منها الشبل. الله يبدو عند نيه في مهرجان الامير الوارد بان تكون هي من الارقام الصعبه في شوط الشلف باذن الله. هذه هي الشبه خاطفه محققه المركز الاول مع قتل الناموس بتحدياتها خاطفة النيسان بترول ستيشن. الثاني والتبريكات نزف ولج الشحانية وللمضمر جابر بن سالم بن فاران المركز. منيف على الصدارة منيف على البداية منيف على المقدمة بشعار يجري الشحنية. جابر بن سالم بن فاران من الجانب الآخر سهران يجري الشحنية. محمد بن خالد العطية غازي مع ثالث الأسماء بشعار يجري الشحنية. البرنس بن عقيل مقدام يجري من الزبار. الله 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 رباعية جميلة من أجل الفوز من أجل الانتصار. مقدام مقدام يجري من الزبار غازي منيف وأيضا سهران ولكن مقدام 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 مع الفوز مع الانتصار. اجنم الزبار تهانينا والناموس لاجنم الزبار على فوز مقدام. ونهني فاران بن محمد بن قريع الصامل على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني الاسماء وصل قازي بشعار يجن الشحانية مع جر على المركز الاول عذبه على المركز الثاني على المركز الثالث الدفنه. يا سلام ثلاثيه المقدمه والرباعيه مع الوذنه ولكن المقدمه القلايل القلايل من هجن الشحانيه انطلقت بالفوز والانتصار انطلقت في اللحظات الاخيره لتؤكد انها بطله في هذا الشوط. يا سلام يا سلام التقدم الممتاز والاندفاع الكبير ولكن الزبارة الزبارة تهاجم في هذه اللحظات من هجن الشحانية. وصل البرنس وصل البرنس. الله غيرت الأمور في اللحظات الذباحة وفي الأمتار الذهبية. يا سلام يا سلام يا الزبارة بطلة ونجمة هنا مشاهدي الكرام في هذا المساء بشعار هجن الشحانية وبمتابعة البرنس. جار الله بن محمد بن عقيل قدم لنا الزبارة. هنا مجاهدين الكرام تحركت مجاهدين الكرام الجساسية ليجن الشحانية لبرنس جار الله بن عقيل المركز الرابع. تابع وشوف القدوم هنا من تصل في هذا المسار تنبيل أيضا لهجن الشحانية يضمنها المشاغب أو هنا مريفة قادمة في هذا المسار. عودة مع البداية عودة مع الصدارة مع المركز الأول البداية الصدارة. الله يا سلام ولعت ما بينها. شوف هذا الأداء المميز شوف هذا العرض الرائع. هنا الجساسية الجساسية هجن الشحانية حانية تحكم القبضة على ناموس هذا الشوط مع الجساسية. الله 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 لبرنس لبرنس جار الله بن عقيل يقدم للجساسية. سلام الشحانية سلام سلام الجساسية مشكور يا لبرنس على هذا الأداء المميز والجميل. تهانينا والناموس يجن الشحانية والتهاني للبرنس جار الله بن عقيل بينما المركز الثاني. دارنا اللي معاه